مواكبتنا للأحداث ومشتتات أحزاب الوطنية، نسلط الضوء اليوم على حزب الاستقلال. حزب الاستقلال قرر عقد مؤتمر الوطني ديالو السبت المقبل. ماذا تنتظرون من هذا المؤتمر الحاج عبد الجليل البوصيري؟ أنا تألمت اليوم فاش خديت الجرائد ديال هذا الصباح ولقيت الجرائد تيشيروا التفويتات، كيف بأن شباط تقولوا خصو يفوت لفلان أو فلان. حنا ما تليناش ملتزمين مع الخطاب ديال محمد السادس نصره الله اللي تيقول خصنا ندمجوا الشباب اللي ياخذ حتى حقه في التسيير وفي التنشيط ديال الاحزاب. شفت ان حزب الاستقلال تيقولوا بان شباب غادي يفوتوا هرم الخليفه او الفاسي، ودع بالله الفاسي، على الفاسي ولده. أنا تنقول على الفاسي رجل من الرجالات العبقريين في العالم، ما وزعيم من الزعماء. وتنقول أن هاد التفويتات اللي تتوقع أن فلان فوت العائلة فلان، المرات فلان، الأخت فلان، الأم، ولو دابا ماشي إدماج الشباب بالخطاب ديال سيدنا، ولو تيفوتوا لبعضهم بعض. ها، وهذا هذا هذا هو المشاكل ديال المغاربه، لانهما تيحرضوا هاد الشباب اللي تيقول لك انا ما عندي امل باش غدوه يمكن نكون امين دي واحد الحزب او امين ديال الجمعيه، وهاد الناس تيفوتوا وتيديروا على الاسر وعائلتهم. وهذا نوبتي نوبتك، خصنا هاد الشيء يدوب. احنا ما تنشكو شيء في هاد العائلات اللي ناضلت في المغرب، ولكن ماشي لأجل كون كان على الفاسي اليوم مازال حي، كون أرفض، كون هو ما قبلش يبقى يقول خصنا وطني من الطبقة الكادحة، من الطبقة الشعبية اللي تولى هاد الأحزاب. خصنا تناوب هاد العائلات اللي جاو تيهيمنوا، ماشي الحزب الاستقلال، في الأحزاب كلها، في الاتحاد الاشتراكي، في الاتحاد الوصولي، الاتحاد الاشتراكي، في الأحزاب كلها. دابا ولاو أسر والعائلات تيتقاسموا بحال عندنا حنا هنا في الغرب عائلات مهيمنة على واحد العدد، واحد الحزب، وما تيأمنوش بأن سيدنا في الخطابات يقولوا الشعب خصنا نتقاسموا مع الشباب، خصنا نديروا الشباب، خصنا نعملوا الشباب. هما زايدين تيدبزوا لنا على المناصب وعلى على باش يستولوا على، ماشي الاحزاب اللي تيشوفوا باش يسيروا، تيشوفوا الرواج المادي ديال الاحزاب. هذا هو سيدنا ما يبقاش دائما يقول خصنا نتقاسموا المغرب مع الشباب ونتقاسموا. هذا هما دابا انا تنشوف التفويت، والشباط اش عنده ما يفوت؟ الشباط نهار الاول مشينا وهنينا قلنا هذا من الطبقه الشعبيه وخارج من هاد الاهل، اهلي فلان اهلي فلان، هذه قلنا وهنيناه. ولكن انا هاد الجرائد اللي تتفوت، اللي الجرائد اللي صبحت هاد الصباح تيقولوا بان غادي يفوت دار ملك، غادي يمشي للمحافظه، غادي يبداو يحفظوا على الاحزاب، غادي يمشيو العائلات للمحافظه ويقولوا لهم احنا هاد الحزب ديال فلان. لا لا لا، تيخص هاد النسوبيه، هاد النسوبيات وهاد الزبناء هذا يتقطع وتحيد علينا، ما نبقاش الحاج كمناضل. هما 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 الناس اللي قيادات الاحزاب، بعض من الاحزاب كلها كحزب الاستقلال والاتحاد كل شيء، هما الناس اللي عندهم كفاءات جراو عليهم، ما خلاوهمش، جراو عليهم، ضيقوا بهم ومشاو في حالهم، كعبد الحميد عواد، كواحد العداد غلاب، كهذا، هادو الناس
اللي كانت وقعت لهم ضغوطات ضغوطات ومشاو وهما ناس وطنيين تيامنوا بالمقدس تيامنوا بالملكيه تيامنوا بكل شيء ولكن راه الناس الكف راه تيضايقوهم وتيمشيو في حالهم وحتى الاطور اللي عندها مستقبل اللي تجي ما تجيوش دابا الاحزاب سادين المكاتب ديالهم ما غادي يحلوهم ما غادي يحلوهم حتى الانتخابات المازيه ما كاين لا نشاط فينا الكشفيه فينا هي الشبيبه فينا هو النشاط ديال الاحزاب انا تنقول حرام ان هاد التفويتات اللي تتوقع ما بين العائلات وما بين الاخت والمراه وهذا في الاحزاب كفانا الحاج في نظرك انت شنو خصو يدير باش هاد الغضب يتصدفى وبالتالي حزب الاستقلال يمكن له يعود للسكه ديالو الصحيحيه والتوهج ديالو اللي كان فيه خصنا الا كاين شي حاجه يدار واحد الامين مؤقت لمده سنه او سنتين لاصلاح دواليب الحزب في المغرب كله في الجهات لان النظام ديال المفتشين والنظام الحالي للاحزاب ما تيبشر شاي لان هذوك المفتشين رجعوا ديزافيريست وتيعملوا لصالحهم تيشوفوا البقع فين كاينين تيشوفوا فين كاين الجميله تيمشيو معها تخصنا ناخذوا واحد العام ديال التامل في هذه الاحزاب انتخابات المجلس تخصنا نعملوا واحد البرنامج لاصلاح الشباب يتقاسم تسيير مع شبابنا ما يبقاوش غير تنجيبوا الشباب باش يفرق لنا الاوراق ديال الدعايه ومن بعد نسدو مكتب ونقول له سير تنبك وهما فيهم اطور دكاتره جامعيين دي ماستر وفوقاش غادي نتناوبوا حنا مع هاد الشباب ديالنا نعطيوه حتى هو حقه ويدخل المسؤوليه ما يبقاش غير ولد فلان مرات فلان على الله يرحمه ونسابو على المناضل ولكن هاد الناس اللي ورثوا ما عندهم لا نضال ولا والو هي مواد كثيره بزاف اموال طائله وتتعطي لهم بالنشاط من بعد الانتخابات او قبل الانتخابات انا تنشوف الدوله خصها تقطع هذا الدعم اللي تدعم الاحزاب الا ما كانش عنده نشاط ديال لمده من الانتخابات والنشاط في الحي النشاط في شحال من اجتماع شحال من ندوات شحال وتدعمه ماديا بالنشاط ديال العام كله ماشي غير الانتخابات وهذا الدعم خصو يتقطع الى الاحزاب ما تنشطوش وما تيخرجوا شيء الاحياء ويرافقوا الشباب ويدمجوا الشباب هذا الدعم خصو يتعمل له حد الاحزاب